وينضم إلينا من نيويورك ماك شرقاوي الكاتب والباحث السياسي. أحييك أستاذ ماك معنا شاشة القاهرة الإخبارية بدماء على وجهه. هل ضمن دونالد ترامب بطاقة الدخول إلى البيت الأبيض للمرة الثانية؟ أهلا بك وأهلا بجمهورك الكريم. أعتقد أن وصول ترامب إلى البيت الأبيض أصبح أمر يعني مفروغ منه، وهذه المحاولة الاغتيال التي تمت يعني، وأنا بعتقد أنا بأحمل مسؤولية عدم حماية الرئيس ترامب بالحماية اللازمة لحماية رئيس سابق ومرشح رئاسي حالي للانتخابات الأمريكية، ويمكن أن يكون خلال أشهر قليلة هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تقصير كبير في حماية الرجل. هل ترى هناك تقصير في حمايته أستاذ ماك؟ أنا شفت حملة في الحملة الانتخابية بتاعته، كان في بنسلفانيا برضه في فيلادلفيا، وكان في مناسبة في أحد المطاعم المشهورة هناك للسندوتشات البرجر، وكان موجود في وسط الناس كل اللي بيحموه أربع أفراد. أليس هذا الأمر ربما من طبيعة شخصية دونالد ترامب، أو ربما ما ينتهجه في الآونة الأخيرة وخلال هذه الحملة؟ لا أعتقد أنه يغامر بنفسه. هو يعرف جيدا أنه يمكن أن تكون هناك محاولة لاغتياله. أنا توقعت هذه المحاولة من شهرين. قلت لن يوقف ترامب عن الوصول إلى البيت الأبيض أي إجراء قضائي إلا إجراء واحد فقط، هو اتهامه في قضية اقتحام الكونغرس ليوم 6 يناير اللي وفقا للتعديل 15 للدستور فقرة 3، من يتم يعني ارتكاب هذه الجرائم لا يحق له تولي المناصب السياسية. دي الحاجة الوحيدة اللي كانت ممكن تمنعه، وتوقعت ان المحكمة العليا هتحكم بحصانته انه فعلا له الحصانة ان هذا الامر حدث يوم 6 يناير وهو رئيس الولايات المتحدة الامريكية حتى يوم 20 يناير. طيب، فده كانت الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعطله من وصول الى الانتخابات. قلت الحاجة الثانية اللي ممكن توصله ان تمنعه هو اغتياله. انا توقعت ان يتم محاولة اغتيال للرجل، لان خطوات ترامب خطوات متسارعة، بيقترب سريعا من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وبايدن يعرف جيدا أنه لن يستطيع أن يصمد أمام ترامب في الانتخابات، ولا كاميلا هاريس لو حتى انسحب وكاميلا هاريس كملت، ولا أعتقد أي حد ممكن يلحق أنه يعمل حملة انتخابية قوية حتى يكسب الانتخابات أمام دونالد ترامب. فهو القادم إلى البيت الأبيض، هو الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية. طيب، فمحاولة اغتياله أمر في منتهى الخطورة. وبعدين يعني التصريحات اللي طلعت في الأول مخيبة للأمال. قال لك popping دي باللغة الإنجليزية معناها فرقعة أو صوت عالي حصل فيه، وهو يمكن أن يكون أصيب وهو بينزل تحت البوديوم. ده هو الصورة واضحة جدا. الطلقة جت في ودنه، هو مسك ودنه وبعدين نزل تحت. يعني الطلقة، وبعدين الطلقة اللي عدت من ودنه دي دخلت في واحد وراه وقتلته، ان في احد الاتنديل الموجودين اللي حاضرين الرالي مات، وقال لك تم قتل مطلق النار. قال لا، طب انتوا ما قلتوش الكلام ده ليه في الاول؟ وبعدين طب اذا حسب هذا نعم استاذ ماك، حسب هذا التحليل الذي تشير الامريكان على ما يحدث اول باول، ربما لحساسية ولدقة أي معلومة بالنسبة لمرشح ورئيس سابق أستاذ ماك. طب حسب ما تشير إليه في موضوع العيار الناري الذي أصاب أذنه ومن ثم وصل إلى أن يودي بحياة أحد من الحاضرين بعدها، سؤالي حسب هذا المشهد بتفاصيله، هو سقط من وراء البوديوم أم كان يحتمي بالبوديوم عندما نزل أرضا أستاذ ماك؟ الصورة واضحة جدا، الراجل وهو بيتكلم حس بلسعة الرصاصة في ودنه، مسك ودنه بسرعة خلاص، وبعدين حسه الأمني على طول قال لك أنزل تحت البوديوم عشان أي رصاصة تانية ممكن تتضرب. لكن الرجل تعرض لإطلاق نار، الرجل تعرض لمحاولة اغتيال، وبعدين يطلع أول تصريح للبيت الأبيض يقول لم يتم إطلاع الرئيس. يعني إيه لم يتم إطلاع الرئيس؟ ويجي بعديها بنص ساعة تم إطلاع الرئيس. طب فين الرئيس؟ ليه ما يخرجش فورا على الشعب الأمريكي ويستنكر ما حدث ويصلي للرئيس ترامب فيما يمكن أن يحدث له من مضاعفات؟ كان قرب أقل من سنتيمترات من مخ الرجل، يعني كانت طلقة قاتلة، طلقة على الرأس.
فكان لابد ان يخرج الرئيس الامريكي فورا ويستنكر هذه الجريمه ويقول ان 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 لابد من حمايه الرئيس السابق دونالد ترامب الحمايه اللازمه، ويتم تشديد السكيورتي ديتيلز بتاعته، كل الحملات الامنيه لتامينه لتامين يليق برئيس قادم الى البيت الابيض. ربما هناك نوع من يعني من يمكن الصدمه ممكن الجمتهم، ولكن هم لا يعرفوا ان لم يتم اتخاذ اجراءات سريعه لتطمين الشعب الامريكي ممكن يحدث ما لا يحمل عقباه. ربما هذا هو الفارق، ويمكن أن يعتبر فارق جوهري بين ترامب وبايدن أستاذ ماك، أن بايدن يجيد اقتناص الفرص من خلفيته ربما كرجل أعمال، وقد اقتنص الفرصة حتى وهو على مشارف ربما الموت، عندما عاد ليقف وعاد ليحيي بإشارات أنه بخير وأنه قوي ويحيي مؤيديه. هذه كان أحسن اقتناص للفرصة بما فعله ترامب. أعود للتساؤل، إذن بعد هذا الحادث هو ضمن أن الطريق معبد إلى البيت الأبيض؟ خلاص يا فندم، المفروض دلوقتي يغيروا المكتب، يجيبوا المكتب اللي هو كان بيحبه. طيب فيما يتعلق بهذه الحادثة أستاذ ماك، هل فعلا يعني معروف أنه دونالد ترامب يعني كلماته استفزازية ويعني غير مضبوطة في كثير من الأحيان، والبعض الآن يشير وقد أتت الأنباء بأنه مقتل لمن حاول اغتياله، يمكن أن نعتبرها فعلا فردية؟ يمكن بالتأكيد، وأنا أقرب إلى اعتبارها فردية. أنا لا أتهم أبدا الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن بأن يكون وراء هذا الحادث، ده يبقوا مجانين، يبقوا هبل، يعني ده يبقى كده حكموا على الحزب الديمقراطي بالإعدام سياسيا. لا أعتقد أبدا أن يكون هناك استهداف للخصم، ولكن أعتقد أن كان هناك استهتار أو تسيب أو عدم الاهتمام بحماية الرجل. يعني أنا شفت بعيني يعني المناسبة الانتخابية اللي حضرها في فيلادلفيا، أربعة فقط، ثلاث رجالة واحدة ست اللي كانوا معاه، إزاي في وسط أكتر من 200-300 واحد موجودين يكون هذه هي الحماية؟ فين بقى؟ هل ترى التقصير متعمد أستاذ ماك؟ والله ممكن أن يكون متعمد، ممكن، ولكن لا يرقى إلى يعني الجريمة، أو لا يلقى إلى المسؤولية الجنائية في إطلاق النار عليه. أنا بعتقد اللي أطلق النار عليه ديمقراطي يائس بائس، يعرف جيدا أن لن يصمد بايدن أو كاميلا هاريس أمام الرئيس دونالد ترامب وهو آتي، فقال يعني أغير التاريخ بيدي.